تمتاز هذه المدينة بتطورها الحضاري والثقافي الذي ارتادها الأجانب من مختلف الجنسيات، كونها مدينة سياحية وصناعية. وتشتهر هذه المدينة بالشعراء والأدباء والفنانين، حيث تحتوي على الكثير من التماثيل لفنانين وشعراء، فقد سميت إحدى شوارعها الرئيسية التي تقع في وسط المدينة بشارع أرتيوم نسبة إلى اسم الشعر أرتيوم. فعندما نتجول في هذه المدينة تبرز أمامنا أثرها التي تنطق بحروف ثقافات متعددة. أما بنيان المدينة فيجمع بين الحس الألماني واللون البولندي، إذ إن تواجد الألمان في هذه المدينة أضفى عليها لونا خاصا انضاف إلى رصيد سكانها الثقافي والاجتماعي والتاريخي طيلة قرون. إن مدينة دانسك تقدم لنا الدليل على انصهار الثقافات المتعددة، وإن جمالها جعلها نقطة لجذب السياح، وإن كثرة المتنزهات الجميلة جعلها مكانا لإقامة الأعراس، كما توجد مناطق ترفيهية في هذه المدينة من مقاهي ومصايف وغير ذلك. لكون هذه المدينة محاذية لحدود روسيا، فإن سكانها يتكلمون اللغة الروسية.